مشتو لعبنا مباراتين في يومين, استطعنا نحق الفوز في المباراة الأولى, والمنتخب البرازيلي جا باش يتعرف في المباراة الثانية, وهذا الشيء اللي كان له. صراحة مباراتين وديتين كتدخل في استعدادات إن شاء الله لكأس العالم الجاي إن شاء الله. خصنا في حال هذه المباريات مع منتخبات مصنفة أولى عالميا, وإن شاء الله نستعدوا للمقابلة الجاية. Povo marroquino aí que nos abraçou de uma forma muito gratificante, tanto no primeiro como no segundo jogo, vieram prestigiar a grande partida, dois grandes jogos. Muito feliz pela vitória de hoje. Acho que a equipe do Marrocos valorizou muito nossa vitória por estar jogando um futsal muito bonito, que está agradando bastante o pessoal. E agradecer mais uma vez a todo mundo pelo grande espetáculo que foi os dois jogos. Valeu! Foi muito importante. المباراة الأولى كانت تكتيكية وتقنية, كنا قويين. المباراة اليوم كانت بدنية, كانت واضحة أنهم هما أقوى. هذا هو اللي بغينا خرجنا, يعني خرجوا اللعب ديالهم كامل, ولو تعرفوا أن المغرب من الفرق القوية. الحمد لله اليوم نحن نقارع بعض المنتخبات اللي خمسة المرات أبطال العالم, فالحمد لله. بالنسبة للتنظيم كان رائع, شفتوا الجمهور أول مرة تيدخل في شي ملعب ديال شي رياضة بعد الوباء في المغرب, هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. العيون أصبحت اليوم عاصمة مغربية رياضية بامتياز. كمشجع للمنتخب الوطني المغربي, كما تتشوفوا احنا جينا من مدينة مراكش باش نشجعوا المنتخب المغربي ديال الفوتسال اللي تلعب بواحد المناسبة غالية وكبيرة عند الشعب المغربي ما بين طنجة تركراكات, لأن واحد المناسبة كبيرة بزاف, مناسبة ديال عيد المسيرة الخضراء ومناسبة ديال عيد الاستقلال. تلعبات هاد المقابلات هادو, تلعبوا جوج ماتشات هنا في مدينة العيون, جينا شجعنا المغرب. كما تتشوفوا واحد المقابلات اللي دازوا زعما جيدين مزيانين. المنتخب البرازيلي بالله جا فرحان وفرح مزيان, هو المنتخب المغربي. ودوزنا واحد العرس اللي هو عرس كروي وعرس عرس جميل بمناسبه ديال الذكرى 46 ديال المسيره الخضراء وعيد الاستقلال وديما مغرب وعاش الملك والصحراء المغربي. احنا جينا من مدينه مراكش باش نحتفلوا مع عيد المسيره وعيد الاستقلال هنا في مدينه العيون, وحنا فين ما مشينا حنا تنكونوا حنا والاصدقاء ديالنا, حنا جمعيه الاسود ديما حاضرين في السراء والضراء, وحنا جيت فرحانين بهذه المناسبه. وحنا تنقولوا للمنتخب المغربي حظ موفق في تظاهرات اخرين, وتنتمنى ان شاء الله ديما مغرب ديما مغرب.